ولعلنا أيضا نريد أن نستمع كما استمعنا إلى صوت الفنان محمد عبده، وشاهدنا لقاء محمد عبده وهو يرثي زميله وأخاه الفنان طلال. كنت بالأمس في حفل في قراءة أو في مراسم العزاء، ووجدت الفنان عباد الجوهر وأجزمت بأنه سينهار غدا تماما كما حدث مع الفنان محمد عبده، ولكن استطعنا ومن خلال الهاتف أن يكون معنا رغم آلامه ورغم ما يعيقه من الحضور الفنان عباد الجوهر. عبادي، عظم الله أجرك مرة أخرى. جزاك الله خير، عظم الله أجر الجميع. عبادي، يعني يمكن كما كان يتحدث الأخ خالد، أنت أيضا عاد إليك طلال في الليلة الأخيرة وقبل الرحيل وقبل الوداع ليودعك على غير عادة. ماذا حدث بالتحديد في تلك اللحظات، وبماذا شعرت عندما أتى طلال بشيء لم يكن معتادا منه؟ أبدا، أنا خلصت وصلتي الغنائية ونزلت من على المسرح واتجهت لغرفة الكواليس، وكان أبو عبد الله الله يرحمه جالس فيها، وجلسنا وسلم علي، وكان قبلها كان يسمعني من وراء الكواليس ومن وراء المسرح. بعدين جلست أنا وياه فترة طويلة، حوالي ممكن نص ساعة تكلمنا فيها أشياء كثيرة جدا. طلب يطلع يغني بعودي، قال لي بطلع أغني بعودك. قلت له ما مو حلوة في حقك، إنه لأنه عودي كان عليه صورتي وكنت عليه اسمي، وأنا كنت على المسرح الآن، فصعب أنك تطلع بعودي ومعاك عودك. قال لي صحيح، بس طيب أخذه منك. فجلسنا يعني حديث ودي أنا وياه، تكلمنا، سألته إيش محضر أول أغنية أبو عبد الله. قال لي أنا معطي الرئيس الفرقة ترتيب، أغني بالترتيب يعني اللي بديت إياه أنا مرتب معاه. وجلسنا فترة طويلة نتكلم، وبعدين ندهوا عليه أنه تفضل المسرح. فقلت له يلا أبو عبد الله، الجمهور استناك بالتوفيق. قال لي دعي لي الله يوفقك، وخرج يعني وصل لحد الباب وأنا جالس على الكرسي، وفجأة لقيته رجع على غير عادة يعني، وطى علي سلم، أنا جالس على الكرسي وطى سلم علي. قمت وقفت وقلت له يعني غريبة، ما هي يعني العادة، يعني ما استغربت أنا هذا التصرف منه. فقال لي أبدا، يعني أودعك الله، يعني يمكن هذه آخر كلمة. عبادي، طبعا أنا مقدر الموقف ومقدر ما تشعر به وما نشعر به نحن جميعا، لكن طبعا أنت قلت أنه طلال مداح أستاذك، كيف؟ ألو؟ واضح أنه الفنان عبادي يعني لا يلام. يعني طلال، نعم تفضل. طلال مش أستاذي أنا بس، يعني طلال أستاذ جيل كامل، أستاذ كل الفنانين اللي ظهروا من بعده. طلال مدرسة غنائية كبيرة تلمذنا عليها جميعا. نعم. ممكن أنا أستاذي طلال بشكل مختلف عن الباقين، يعني كان الباقين تلمذوا على أغاني طلال، انما انا استاذي من 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 نواحي اخرى، لارتباط الوثيق بي من فترات تقارب حوالي 32 سنه. نعم. كنت انظر لهذا الرجل في كل تصرفاته وفي كل تعاملاته، وفي مع يعني في يعني وخاصه في الاولات او في بداياتي، كنت يعني استقي منه كيف يتعامل الفنان عشان أتعلم، كيف يتعامل مع الجمهور، كيف يتعامل مع النص الغنائي، كيف يتعامل مع الميكروفون، أشياء كثيرة جدا كنت يعني أتعلمها منه من غير ما هو يقول لي، بمجرد التصاقي بي كوني أكون معه باستمرار، كنت أتعلم منه يوميا أشياء يعني. إضافة إلى هو أول من قدم للناس بألحانه. نعم. قدمت له أغنية يا غزال ويا حلاوة ومدير الحيز والحب المؤقت نعم. العواذل، يمكن
خمسة أو ستة ألحان قدمتها من ألحانه في بدايتي. نعم. غنى لي لحنين، غنى لي في 78 طويلة يضرب العاشقين، غنى لي في 99 عضة الإبهام. وإحنا اليوم نعض الإبهام. رحمة الله عليه. على أي حال عبادي، إذا كان يعني فيك تجاوبنا على سؤال أخير إذا تكرمت. يمكن من باب الوفاء أنا سألت الأخ عبد الله رشاد إذا كان سيغني بعض أغنيات طلال مداح في المناسبات، هل ستغني شيء من قديم طلال؟ طبعا احنا كلنا نعشق أعمال الفنان طلال مداح، ولكن اتصور أنه أنا بالذات ما أقدر. واتصور انه ايضا اغاني طلال ما يغنيها الا طلال رحمة الله عليه. استاذ عبادي، واضح انه يعني لا اريد ان ازيد من احزانك ومن الامك، وهو ليس اختبار لمشاعرك لان دائما صادقة وبالذات في هذا الموضوع. طبعا اكرر لك العزاء وأرجو من الله الصبر والسلوان لنا جميعا في هذا الفقيد الغالي، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يرحمه برحمته مقابل ما قدم لوطنه ولأمته ومقابل هذه السعادة التي صبها في عيون الناس وفي أذانهم ردحا طويلا من الزمان. رحمة الله عليه. شكرا زميل عبادي، وإن شاء الله يعني ربنا لا يريك مكروه يا عزيز إن شاء الله. جميعا جميعا.